وينزل يبقى بالشكل بتكلم على بيرستاو ينزل اول ما حط رجله في الملعب الحقيقه لا باين ان ده لعيب مميز تحركاته وكل حاجه. النادي الاهلي يا كريم كان مفتقد او يمكن من اسباب خسارته للبطولتين اللي قبلها على طول الدوري والسوبر المحلي اضاعه الفرص بنوصل كتير قوي فينيشنج مننا فرص كبيره وفي نفس الوقت ممكن تيجي جون عليك يا تلحق يا ما تلحقش فخسرنا نقاط كتيره ده حصل كذا مره. شفنا بقى لعيب كلاس ايه نازل من اول ما حط رجله في الملعب هدفين حاجه جميله جدا حتى الهدف اللي هو اتحسب يعني يعني كل كوره جات له بصراحه صحيح. بيروح على الجول خطوره طبعا صحيح صحيح. وبعدين كمان في مواصفات برضو الحاجات اللي احنا اتكلمنا عليها وقلنا لها ان لازم يبقى فيه لعيب بيعمل الفارق في الملعب. كنا بنفتقد اللعيب اللي هو بيرقص واحد على واحد وبيطلع ده بيفرق جدا في التكتلات الدفاعيه لما يكون في تكتل دفاعي عمليه الاستحواذ وتدوير الكوره من الشمال لليمين ومن اليمين للشمال لا ده بيخترق يعني شفنا الجول الاولاني اللي اداله قفشه معاه اثنين وراح هو حاطط في دماغه ان هو يروح يجيب جول على عكس مثلا غيره بقى ممكن مش واخد قرار هو بيستنى لما حد يكمل معاه عشان يقدر او يتردد في كسب الثانيه فالكره تتقطع اصلا بالظبط تباطؤ فيحصل انما شفناه هو بصراحه يعني مصمم وواضح ان هو هداف وعنده القرار كمان ميكيسوني برضو لعيب كويس قوي غير المهارات العاليه بيمتلك كمان حته الدفاع يعني يمكن ما انت عارف معظم اللعيبه المهاريه بتبقى الحته الدفاعيه عندها نص نص شويه صحيح. انما ده عنده حته دفاعيه كويسه او بينزل وبيقطع الكور عنده نسبه تمريرات عاليه جدا سليمه فالحقيقه يعني فرقوا الاثنين كتير قوي يمكن هو غير طريقه اللعب كمان عشان عارف وحافظ الاثنين دول كذلك التدعيمات اللي شفناها يعني عمار ما نزل احمد عبد القادر جاب صحيح جون عالمي ونزل بكل ثقه طبعا. دلوقتي يا كريم احنا يعني جمهور النادي الاهلي اطمن للاداء والنتائج وبعدين اطمن ان في عندك كم من اللعيبه يقدر يغطي البطولات الكثيره اللي انت داخل فيها لا وبعدين كمان اعتقد وصلنا لمرحله كابتن حشيش ان بالمعنى الحرفي للكلمه بقى عندك اللي في الملعب زيهم زي الاحتياطي ككفاءه وكمهاره وكقدره على يعني تحقيق الفوز الاهم الاهم من كده اللي بيرتقي بالمستوى هو المنافسه بين اللعيبه لما يكون في المركز اكثر من لعيب وكلهم على مستوى عالي جدا طبعا. جدا رساله من الجهاز الفني ان اللي هتجيله فرصه لازم يمسك فيها.